نظم تحالف القوى المدنية بمنطقة تظاهرات مسيرة، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ التي تستضيفها مدينة شرم الشيخ. المسيرات تحمل الشعارات وهتافات لمياء لا حياة من أجل الحفاظ على الحقوق المائية للقارة الأفريقية والعالم، حيث إن الماء هو المحرك الرئيسي للطبيعة. النهاردة العالم كله مهدد بالفقر المائي بسبب تغيرات المناخ. في البداية بنحب نقول إن كل 90 ثانية بتمر علينا في طفل في العالم بيموت بسبب الفقر المائي، وعلشان كده إحنا كلنا أكيد لاحظنا إن في دول كتيرة على مستوى العالم تحولت بسبب تغيرات المناخ من أراضي خصبة إلى أراضي متصحرة. والنهاردة مصر بصفتها دولة رائدة وقائدة لقارة إفريقيا بتطالب العالم كله بالحفاظ على الماء لعدم تعرض أي دولة فينا على الكوكب للفقر المائي. المشكلة خطيرة جدا ولازم الناس تدركها قبل ما تتفاقم، لدرجة أن عالميا كل 90 ثانية في طفل بيموت، غير أن مصر كدولة رائدة إفريقيا وعالميا بتطالب بالتوعية دي وبتطالب بالحقوق اللي كل إنسان إن هو يحصل على مياه نظيفة وصالحة للاستهلاك. بننظم النهاردة وقفة احتجاجية بنطالب إن يكون في إجراءات على أرض الواقع وحلول حقيقية ملموسة لمشكلة فقر المياه. حضرتك قارة أفريقيا من أكتر القارات اللي موجود عندها مصادر متعددة للمياه، وعندنا برضو أكبر عدد من الدول بتعاني من فقر المياه. حضرتك إحنا بنطالب إن يكون في إجراءات صارمة ويكون في تعهدات بين الدول بتوزيع حصة المياه. إحنا النهاردة عاملين وقفة احتجاجية لحق الدولة المصرية والقارة الأفريقية كلها في نقطة مياه. عايزين نقول للعالم ان بدون المياه لا توجد حياة. الامن المائي هو الامن القومي للقارة الافريقية.